السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الطيبات، حياكن الله وحياكن وجعل الجنة مأوي ومأواكن إن شاء الله. كنتمنى إن شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وتكون صحتكم عالي العالي. فيديو جديد مع أختكم زهرة طناطني من محل براود مسلمز، محلات براود مسلمز متواجدة بمدينة الدروة، المحل رقم واحد متواجد بتجزئة الوفاء وبالضبط حدا مسجد الوفاء أمام الباب الخلفي للمسجد، والمحل الثاني هو بقصارية الدروة، وأكيد المحل هو هذا، فمرحبا بكم وألف مرحبا. المهم بالنسبة للموديلات، تبارك الله ما شاء الله جبنا لكم موديلات جديدة وحصرية على قناة زهرة طناطني براود مسلمز، والموديل اللي هو عباءة جوري اللي عجبكم بزاف بزاف وبغيتوني نوفروا لكم بأثواب أخرى. كنت وفرت لكم بالثوب ديال البرادا، وفرت لكم حتى الثوب ديال الصوف فصل ديال الشتاء اللي هو هذا، كيجي فيه ثلاثه الوريدات، نفس الموديل نفس المقاسات، لا اله الا الله، نفس المقاسات، ولكن هذه المره بثوب ريحانه الجوده الاولى، ريحانه كريب تبارك الله ما شاء الله لي رائعه والوان عديده جدا جدا. المهم كيف ما كتشاهدوا العباءه كتجي على هذا الشكل من جهه ديال الصدر، فيها ثلاثه ديال الوريدات، ومن اليدين ديالها كتجي فيها هذا الدونتيل كيف ما كتشاهدوا، ومن الاسفل ديال العباءه الفوقانيه كيجي ايضا الدونتيل على هذا الشكل هذا، واكيد تنوره فضفاضه وكلوش ما شاء الله تبارك الرحمن، كتجي كلوش واسعه وطويله. بالنسبه للاخوات القصيرات غضطروا انكم تطلعوها مزيان اولا تتنيوها، فانايا شخصيا راني ثانيه حيت دجاجه هي ما شاء الله تبارك الرحمن طويله اللهم بارك. المهم ضروري نديروا الخاطر الاخوات الطويلات والاخوات القصيرات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالنسبه للالوان ما شاء الله تبارك الرحمن كاينين 14، وها هي تلوينه ديال عباءة جوري بثوب ديال ريحانه، بسم الله ما شاء الله الوان رائعه جدا جدا، واكيد ركزنا على الالوان اللي كتكون اكثر طلبا في فصل الصيف اللي اكيد هما هادو، ومن بينهم حتى اللون البنفسجي البارد والناعم، وايضا الازرق الملكي عفوا. بالنسبه لهذا حتى هو من بين الالوان الاكثر طلبا في فصل الصيف وفصل الربيع. المهم اكيد دابا كنجددوا لكم على حسب ان شاء الله باش تولوا تلبسوا لبسات الفصل الربيع وفصل الصيف بحول الله وقوته، لا اله الا الله. المهم هذا هو اللون الاول اللي هو الكاشيري، بسم الله ما شاء الله لون زويون تبارك الله ما شاء الله، وكاين ايضا البلاسيال اللي كيجي على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهذا فهو الجرينوار، واضح بالنسبه للجرينوار مادام انه ما واضحش مزيان في الفيديو غنطر انا نشرح لكم باش يبان لكم اكثر. هذا هو الجرينوار، الجري المغلوق المائل للسواد هو هذا، ومتوفر ايضا هذا البيستاش او الخرشوفي، كل واحد شنو كيسميه، هذا اكيد البيستاش، ولكن كاينين اخوات اللي كيقولوا لهذا الخرشوفي، ما علينا كاين فرق بينه وبين اللون الخرشوفي مفهوم. ومتوفر ايضا الجريل مفتوح، والاسود سيد الالوان ما شاء الله تبارك الرحمن، وكاين ايضا البلومارين، حتى البلومارين كنظن انه ما واضحش مزيان
في الفيديو. فالبلمارين هو هذا البنات، كاين ايضا سومو، تبارك الله ما شاء الله. رائع هذا اللون، تبارك الله ما شاء الله، زوين بزاف. وبالنسبة للون الموالي هو الغوز بيبي، اللي تبارك الله ما شاء الله أكثر طلبا أيضا في فصل الصيف. وكاين أخواتي كياخذوا لبسة مع نقاب ماليزي مثلا في اللون الغوز بيبي او للاسود. كنفضل انني نلبس معها الاسود حيت داخلين فيها دي تيتاي في اللون الاسود، يعني داخلين فيها الدونتيل والوريدات وهاد الدونتيل من الاسفل ديال العباءه في اللون الاسود. يعني الى لبستي معها كشي ساكادو او لا ساك او لا سبادغي او لا نقاب او لا فولار في اللون الاسود، هذا تجيك لبسة ممتاز. وبالنسبه العباءة هذه في الأخضر ملكي، واضح الأخضر الملكي، وكاين أيضا البلون كاسي لون العروسات كيف ما كنقول لكم دائما. وهذا هو البلوجين، بلوجين بين هو هذا البلوجين. انا كنسولو دائما واش البلوجين باين واش الغوز باين ولا شي حاجه، غير باش يكونوا الالوان واضحين لكم وتشوفوهم وهما واضحين مزيان مزيان. كنتمنى ان شاء الله يا ربي موديل عباءه جوري بتوب ريحانه كريب يكون نال الاعجاب ديالكم. وكنتمنى ان شاء الله يا رب اي اخت بغات هذا المنتوج تواصل معايا على احد هذ الرقمين، اما الرقم 06 87 78 76 76، أو على رقم 06 63 33 11 70. كنتمنى إن شاء الله يا ربي توصلوا معايا على أحد هاد جوج ديال الأرقام أو لا على الرقم ديال المندوبة ديال المدينة ديالك، باش إن شاء الله بحول الله توصلي بالطلبية ديالك حتى لعندك. ومرحبا بك أختي الغالية، سواء في المحل رقم 1 أو المحل رقم 2 أو 3 أو 4 إن شاء الله. المهم البنات، قبل ما ننسى هذا الفيديو كنتمنى اي اخت كانت كتشوف الفيديو ديالي لاول مره ما تنسيش ديري سبسكرايب للقناه، وما تنسيش ايضا الضغط على زر الجرس باش ان شاء الله يوصلك كل جديد، والضغط على لايك اذا عجبك هذا الفيديو، وخلي لي تعليق زويون لعله يكون لك بين مثل ان شاء الله. يلا البنات تهلاو ليا في ريوسكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتن في حفظ الرحمن ورعايته. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قول وفعل ونياتي ونياتي. فيا ربي متعني بسر حروفه، ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي ومقلاتي.